ليكي خالتي؟ اه فيكي تيجي دقيقة؟ ايه طبعا. لا ناظم، انت شو عم تساوي هون بالمطعم؟ هالوردات الك يا عمري، نسيهن زبون عندي على العرباية. شو اللي جابك لهون؟ كنت جاي اتغدى بس، شرط واحد، الأسعار ما تكون نصب. ناظم كرمال الله لا تبهدلني هون، بوس ايدك. اهدي شوي، عم نقي أكل. كوردول بنو بلو لو شتاو بي... لك شو هاد؟ سيد طارق، في حدا بيعرف يقرأ الأسماء هاي؟ لا تواخذني ابني، خليه ياكل ويروح، تقطع حسابه من راتبي. أنا بعرفه بس يعند، ما رح أقدر خليه يروح. مو مشكلة خالي، خليه ياكل شو ما بده، بس أنا خايف يعمل شي حركة أو مشكلة، مو ناقصنا هلا. لا ما بيعمل شي أبداً، هو رح ياكل ويروح. سيد طارق والله يقرأ لي هاي، شو هاي؟ كوردون بلو. ايوه هاي كركر اي والله صعبة كتير. لو ما كانوا كاتبين فيها جاج ما بتطمن لها. أخي انتو شوفي عنكن أكل طيب ضيفوني. طيب هلا ديتين وبيكون عندك. الله يوفقك. ناظم اسمعني، بتاكل وبتمشي فورا كرمال الله. يا مرأة جاي احكي كمان مع السيد طارق بشغل. شغل شو اللي بينك وبينه؟ شو رح تفتح مطعم؟ مطعم شو؟ عندي فكرة كتير حلوة، بدي أسس معه شراكة عملاء، هيك بيقولوا له. ايه بشتاس. لا وقتك انت تضرب انت ورداتك. تفضل. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، الشكل بيجنن، يسلموا ايديك. تفضل عود مالحنا. لا معلش ما فيني اقعد مع الزباين. شو هالحكي اخي؟ ليش انا غريب يعني؟ ولا لا تكون زعلان مني. انا اسفه ابني. صحه وعافيه. على قلبك، مد ايدك. يلا. لا مو جوعان. اسمع هالمفاجاه، بدي خصص 20% من ارباح عربيتي لك. وليش بقى؟ مقابل تخليني واقف قدام هالمطعم، هيك انت بتربح وانا بربح. لك ناظم انت مستوعب شو عم تحكي؟ لمين بدك تبيع؟ لك العالم بيطلعوا من هون شبعانين، اذا شافتك البلديه هون بتعرف شو بيصير؟ اه هلا اذا السيد طارق رح يشتكي علي هذا حكي تاني بقى. لا ابدا انا ما بشتكي، بالعكس اذا اجوا رح اقول لهم هالعربيه النا. ايه ها؟ معقول ابني؟ شو عم تحكي انت؟ يبيع قدام المطعم مو حلوه، كيف هيك؟ خلص بسيطه، انا ما عندي اي مشكله، خليه للأخ ناظم يجيب عربيته له. لا تتدخل يا بومي، هذا موضوع تجاري بيني وبين السيد طارق. يلا على شغلك. يلا بومي ما بسيطة. ايش ريكي؟ اللي شو رأيك نحط إعلان حلو على الواجهة؟ آه